السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دوفي. رجعنا لكم بمقطع جديد للبارت الثاني أو الحلقة الثانية من سلسلة لعبة ليتل نايت ميرز. ما حطيل عليكم، لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. أسيبكم مع المقطع، انجوي. هنا مكان تخزين، خلينا نخزن احسن. بس كيف اطيحه؟ عشان لو ايش صار شيء خلاص. لا انت تحرقيني دحين، ما ادري ايش تسوي. في تخزين يا جماعه، شوفوا الكوز هذا. اما ايش المخلوق هذا؟ سمونا احنا، كيف عرفوا؟ اوكي، اهلا وسهلا. في باب؟ لا 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 لا. يا واد مسوي بطل. ابو قد بشوف بس خلاص. ايوه، انا بشوف بس مين اللي بيراقبني في العين هذه، لانه نحن غالبا في سفينه. يعني معقوله البيبان هذه ما اعوذ بالله. العين هذه في كل مكان صايره. لا يا اخي، هذا الصوت صوت سامعين؟ والله صار شيء غريب. اشيفمنت يعني ممكن؟ مو دم زي المادة كده، ما ادري كيف. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أي 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 ياهو، طفي النور. في أطفال، إيش أسوي؟ لعن شكلك جماعة. شايفين يداته؟ وش بسرعة يلعن. في أطفال، يا أخي لا يكون هذول أطفال وحوش كلاب، وأنا أسوي إنه أنا إيش قلبي الحنون عشان بعدين يحصل شيء ما نبغاه. في شمع، أطفال والله. الوسخ جاء من هذا الباب. خليكم في حاجة تحت. أح قبست.
ثيران. ايش جوعان؟ اكل الفاره يعني ولا ايش؟ يا الله هذا مطبخ. والله مره جوعان. لا حيموت حيموت. الكاميرا بدأت، يمكن لازم ما اجري يعني. ايوه ابغى ابغى اعطيني. والله شكرا. لا يكون مسمومة ولا فيها حاجة ولا. والله مرة شكرا. بشوف وجهه. يهو والله مرة معدوم وجهه. يا جماعة شايفين وجهه؟ رجع جلس. والله احس انه انا يعني مشاعري تقول لازم اساعدهم. طالما انه فئران فئران تجارب يعني. واو في حق لنا. اوه ماي جاد. لا في كهرباء. الله ياخذ الشيطان. يا اخي لازم اضغط سبيس انا. يخرب بيت جنشن واللي متعود عليه. هنا في حق تخزين. بس كيف حنط انا من. ايوه. ممتاز. طيب بعدين. اوكي. رهيبين. أظن لازم أروح هنا. لازم أقطع التيار. ما أقدر. يا اخي نطي. انا على بالي انه اقعد اهدم. ما ادري ما شاء الله مدخل مجموعة العاب في لعبة واحدة. الوت واروح اكسر واهدم. واو بالله هذه بنت؟ أنا بالي ولد والله.
حلو. عاوز ابدا. اهم شيء الفيران الكلاب الصغيرة هذيك ما تجي. شوفوا شوفوا محشوكة، شايفين؟ هذا الكوز والله بلحقه، بشوف فين حيروح. وين راح؟ ما نقدر نصير أصدقاء. ضميته. جماعة شلته. طيب أخليه معي عشان ما أخاف، يعني لما الخوف ينقسم على اثنين بيكون أحسن. رجعنا لل والله شو ما اقدر ادفه. اخرجه خلاص خلاص، ما يتشال، ما يدخل من هذا، بس خلاص الحمد لله عرفت انه هو مو انمي، عبارة عن شخص كذا ما ادري. شوف كيف يطالع فيني. كنت فقد الحجم. اجرب اطيحه. والله مسكين. بس بجرب. لا. يعني لو كان محبوس كان احسن. لين انا رحت طلعته في النهاية طيحته. انا ماني عارف صراحة كيف الواحد حيتوفق في اللعبة كان طالما كذا تفكيره. والله العظيم والله العظيم عايشيني بالكوابيس. طيب طيب يمكن يمكن الاقيه تحت، ان شاء الله ما صار له شيء. ان شاء الله ما صار له شيء. عن شكلكم. العلاقات 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 العلاقات. يلا عن شكلك. يلا كده نسكتي من هنا. شوفوا كيف تنزل من المويه حتى. كأنه في مكان هناك تصدقوا. ولا بطل لقافه. أعوذ بالله، رجعنا للعين. يلحق ورا الشيء. شفتني. ربنا ستر. لا 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 لا.
يا ولد هذول طلعوا كلاب والله، في حاجات كده مفاجأة تصير. شوف هذول الحمد لله طلعوا بخير، بس حجكت واحد فيهم وضميته. متشنج. الله غصبا عني يا محمد. ان شاء الله يكون خلص ايش، ان شاء الله يكون شرد. ايش هذا؟ طب ليش في فوق في طريق؟ يا كلب تعال احشك. في باب سري. اوكي الله. هي اسم منه حشكت واحد فيهم. مكان غريب وغرف غريبة وتو. في مفتاح. وهو هذا بني آدم؟ والله بني آدم. أح. يا جماعة ايش الاصوات هذه بلا هبل. في صوت طلع بعدين. ايش السرير الحيوان هذا اللي كده في الدولاب وحاطين عليه زي الحزام عشان ما حد يشرد ولا. والله اللعبة هذه حقت. شوفوا شوفوا النونات اصحابنا. والله السرير حيوان. شوفوا الأصوات كيف بتطلع. شوفوا ال والله حيسووا لي مشكلة هذول. هو 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 يا سلام. اخذ معي المفتاح. لا يهو شلت معي القفل حتى. لا خلاص. دقيقة. لا 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 يا ولد دف بقوة. ما دوبك ماكل خبز قد الأرض. لازم يكون فيك شوية انرجي. خلاص ما ابغى المفتاح. ايش اسوي فيه هذا بالضبط؟ اللي يحتاج احل له الغاز اي حاجة انا موجود. كان في مصعد. الله يخرب بيتك. اسكت لا تفضحني. جماعة ليش احس انه في هنا حيكون بوس؟
ايم. نايس. انا احس لو اطفي النور اللي ورا حيكون الوضع حماس اكثر. بالله بالله ثواني ثواني. ايش جوعانة؟ ما دوب انا قاعدين نتكلم عن الخبز. طب عادي اكل الفار؟ انا يخزن لو متنا ايش نموت جنب الشمعة احسن. حتموت حتموت. استحمل شوية بس. اعتقد لازم ما ينفع اجري صح؟ في لحمة. خلاص وصلنا وصلنا وصلنا. اخاف ان يتسكر القفص علي. والله هذا فخ شكله. والله شكله فخ. أعوذ بالله.